احنا لابناء مصر المقيمين في الخارج التصويت من خلال البريد حتى لا يحرم مصري من حقه في التصويت نتيجه القيود المفروضه بسبب تفشي وباء كورونا في بلد الاقامه، ووضعنا اجراءات وضوابط تضمن شخصيتكم ورئاسه الاقتراع وسريتي وبريد الانتخابات في الداخل في عدد 10,240 لجنه فرعيه وعدد 71 لجنه عامه، وتنافس فيها المترشحون على عدد 142 مقعدا بالنظام الفردي وعدد 142 مقعدا بنظام القواعد. وقد اجريت هذه الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل وبتامين من الشرطه المصريه التي مقدر لرجالها ما بذلوه من جهود مضنيه خلال الايام الماضيه في سبيل تامين رجال القراءة والفرز، وبحضور مندوب وكلاء المترشحين وبمتابعه من منظمات المجتمع المدني المحليه والاجنبيه التي بلغ عددها 56 منظمه محليه و14 منظمه دوليه واجنبيه وثلاثه مجالس حقوقيه، وبتغطيه من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلاميه التي بلغ عددها 51 مؤسسه محليه وعدد 153 مؤسسه اعلاميه دوليه وفق الضوابط التي وضعتها الهيئه. وقد انتظم العمل باللجان الفرعيه، وان كان هناك تاخير في فتح عدد محدود من اللجان بعض الوقت لتاخر وصول قضاه المشرفين عليها، وكانت هناك بعض الشكاوى اثناء سير العمليه الانتخابيه التي تلقتها غرفه عمليات الهيئه والتي قامت بحلها في الحال، وكانت تلك الشكاوى غير مؤثره في سير العمليه الانتخابيه ولا في المشهد المنضبط لكافه اجراءات العمليه الانتخابيه. وهنا اطمئن شعب مصر العظيم بان القانون وضع من الاجراءات الكفيله ما يضمن سلامه ونزاهه الانتخابات بدءا من الاشراف القضائي على العمليه الانتخابيه ومرورا بتشكيل اللجان الفرعيه واللجان العامه واتمام اجراءات التصويت والفرز امام مندوب ووكلاء المرشحين وتشكيل لجان رصد المخالفات وانتهاء باعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات لنتيجه الانتخابات. بل واجاز القانون الطعن على قرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات امام المحكمه الاداريه العليا. كما قام الجهاز التنفيذي بتلقي محاضر الحصر العددي لسائر رجال الفريق والعامه في انتخابات الداخل، وقام بالمراجعه والترتيب بعد اضافه اصوات من اقدم المصوتين بالخارج، ونظرت الهيئه كذلك عدد 248 تظلما وفصلت فيها جميعهم، وانتهى في البعض منها الى عدم قبولها شكلا والبعض الاخر لردها موضوعا.